إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله علينا وعلى سائر خلقه بأعظم نعمتين، نعمة الخلق والإيجاد والهداية والإرشاد. وهذا نص الآية: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذا الخلق تم بالاختيار منا، ما منا واحد خير عند مجيئه، فخلقنا يقينا بالاختيار، ورحيلنا عن الدنيا بالاختيار، وبين هذه وتلك أعمارا محدودة وأنفاسا محدودة رب العباد قدرها قبل خلقنا بآلاف السنين. قال تعالى: وجعل لكم أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هذا الأجل رب العباد علمنا فيه أننا لسنا وحدنا في الملك خلقه، بل نحن خلق من خلقه، خلق من خلقه، خلق جميع الخلق على هيئة أزواج، ونحن زوج من هذه الأزواج. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم ضرب لنا مثالين الأزواج التي لا نعلمها، فقال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل من؟ كل الأزواج، سواء الإنسان أو غير الإنسان، فكل مخلوق خلقه الواحد الديان له فلك، أدق الخلائق التي لنراها لها فلك، وأعظم الخلائق التي نراها فلك لها فلك، الذرة لها فلك، والمجرة لها فلك، النملة لها فلك، والإنسان له فلك. هذا الفلك الذي رسم والذي حدد، الذي حدد معالمه هو الله عز وجل، فهو الذي خلق فسوى، وهو الذي قدر لمخلوق كل مخلوق طريقه وهداه إليه، هدى الخلائق كلها بالفطرة، فما من مخلوق إلا وجبل على طاعة الله فيما رسم لهم منهج في حياته، إلا الإنسان والجان جعلهم الرب موضع التخيير، ومع هذا لم يخلقهم عبثا ولن يدعهم يوما في ملكه سدى. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا بلا توجيه ولا تربية ولا فلك يدور فيه، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أجاب في أخرى فقال: إنه على رجعه لقادر. إذا ندرك الإنسان له فلك وكل الخلائق لها فلك، من يحدد معالم الفلك؟ يقينا رب. الإنسان لا طاقة له على تحديده، فالإنسان جبل على البحث عن هذا الطريق، جبل على أمرين: الأمر الأول البحث عن الحق، يود أن يعرف الحق حتى يفعله، ولا منا من يبحث عن باطل. كل النفوس البشرية جبلت على البحث عن الحق، هذه واحدة. الثانية: كل النفوس البشرية كما يقول ابن حزم الأندلسي في كتابه تهذيب النفوس، جبلت وفطرت على دفع الشقاوة عن نفسها وجلب السعادة لها. كلنا نبحث عن هذين الأمرين: الوصول للحق فلا نضله، والوصول للسعادة فلا نشقى أبدا. ورب العباد جعل ذلك حقا عليه من أول لحظة أنزل آدم إلى الأرض، فقال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي منهجي ووحي فلا يضل ولا يشقى. ضمن لنا الثنتين: لا يضل لا يحرم من وصول الحق، ولا يشقى لا يحرم السعادة. هذان الأمران في منتهى الخطورة، ونفوس الناس جميعها لها طالبة، لكن هل كل ما طلبه ابن آدم كان؟ لا. قال تعالى: أم للإنسان ما تمنى
فلله الآخرة والأولى. أمانينا لا يجري بها قدر ربنا، إنما يجري قدر الله بمراده لا بأماني خلقه. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الأمور لا تجري بالأماني، لكنها تجري بأقدار من قدر الأقدار. لابد أن ندرك هذه الحقيقة إخواني، قضية في منتهى الخطورة، وهما موضع الإسلام الحقيقي عند الخلق. كل الخلائق أسلمت لله قيادها لعلمها أن الله أقدر على توجيهها من نفسها. ولذا رب العباد صرح بأن كل الخلائق بلا استثناء أسلمت لله، إلا الإنس والجن هم موضع التردد والريبة. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل ده يسجد، كل هذا ينقاد ويطيع. قال: وكثير من الناس، الوحيد اللي فيه استثناء، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له مكرم. فكل الخلائق لله سجدت حتى ظلالها. قال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. فما جرى الظل ولا تحرك إلا بأمره، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. فالكل لله سجد والكل لله سبح. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الكل له سبح والكل له سجد والكل له قنت، وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون. الكل له قنت، خضع، أطاع، انقاد، بل الكل له أسلم. ولذا ينكر الله على الإنسان والجان، كيف لا يسلم الإنس وهو في وسط مليارات الخلائق والأزواج كلها لربها أسلمت. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون، أي أفغير حكم الله ومنهج الله يريدون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هذه حقيقة لابد أن نضعها نصب عيننا. الكل وجه للحق وهدي إليه، والكل تكفل الله بإسعاده حال حياته بل إلى الأبد. ابن آدم خلق من هذا الخلق وجزء من هذا الخلق، رب العباد أعطاه ملكات لم يعطها لغيره في البحث وغيره، لكن الله بين عجزنا الشديد في مسائل البحث. لا عمرنا يسعف ولا طاقاتنا توصل، فعمر الإنسان محدود، وعمر الإنسان محدود ومحدود جدا. كم عمرنا في هذا الجيل؟ أعمار أمة محمد كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70. والناس اصطلحوا على 60 وجعلوه سن العطاء، بعد 60 يقول لك خلاص ده يعني نعطيه إجازة وراحة ونعطيه ختم، يسموه إيه؟ ما عاش. مع الاعتذار لإخواننا كبار السن فأنا معكم، ما عاش يعني عدة، انتهى سن العطاء، ما عاش. متوسط الأعمار التي جرى عليه الواقع 60 عاما. أعمارنا في أعمار الأمة ليست أعمار أصلا. نبي الله نوح عاش 1200 عام، 40 عاما قبل البعثة، لبس فيهم يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ها هذا 1000 إلا 10، ماشي كده. وعاش بعد الطوفان حتى أتم 1200 عام. لما حدث أن أعمار أمة محمد بين 60 و70 قال: لو كنت فيهم لبنيت بيتي فوق قبري. عمر لا يستحق حركة. 60 عاما ما حظك منها يا مسكين؟ ربعها طفل بلا تكليف. أم منا من ولد عالم؟ أم منا من ولد مكلف؟ قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا.
خرجنا من بطون امهاتنا بلا علم، ومضى سن الطفوله بكامله نلهو فيها ونلعب، ولا منا من كان مكلف في الطفوله؟ ها 15 عام، ربع 60، ربع عمرك بلا تكليف. كم بقي من 60؟ 45 عاما، ثلثها نوم بلا تكليف في 24 ساعة، تنام 8 ساعات، ثلث اليوم. ثلث 45 كم؟ 15 عاما أخرى، ضاع نصف عمرك بلا تكليف. كم بقي لك؟ 30 عاما. كم منها لتعلمك؟ كم منها لتعليمك؟ كم منها لطريقك؟ كم منها لأهلك؟ كم منها لمتعتك؟ كم منها لعملك؟ كم منها لأولادك؟ كم منها لبحثك عن الحق؟ هنجد الحصيرة، الحصيرة تكاد تقترب من الصفر. من منا عنده وقت يفرغه للبحث عن حقائق الأشياء في الملك كله حتى يبلغها؟ ندرك الله. فكيف نحيا في واقع نجهله ونود أن نرشد فيه أو نصل للحق فيه؟ إخواني، هذه حقيقة لابد أن نعلمها. كم الأسرار في كون الله بلا حدود، وأوقات العباد محدودة جدا، والمخصص منها للبعث أشد تحديد. ثانيا، بما تبحث؟ بآلة البحث عندك، كما قال تعالى: هو الذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم ذكر لنا آلة البحث، قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هل لنا إلا جوارحنا؟ معنا إمكانات أخرى؟ جوارحنا ما قدرتها وما طاقتها على البحث عن الحق؟ عاجزة جدا جدا جدا. بصرك محدود زمانا ومكانا، مهما بلغت حدة بصرك مسافة بعدها لا ترى، 4-5 كيلو بعدها لا ترى، ولا منا من بصره مطلق، مش كده ليه؟ هذا حد مكاني وفي حد زماني. مهما بلغت حدة بصرك 6-6 شهر في شبابك، بعد سن معينة لابد أن يضعف بصرك. بعد سن 40 تحتاج للنظارة، وكل 6 أشهر تحتاج أن تغير عدسات، لأن النظر عامل يندس ينحدر وينزل. كل 6 أشهر يختل ميزانه بعد 40، كل سنة طيبة. فإذا كنت قاصر البصر زمانا ومكانا، كيف تدرك حقائق ما يخرج عن بصرك وعن سمعك وعن خيالك؟ كيف تدركه؟ كيف تدركه؟ ثانيا، حتى المرئيات التي تدخل في حدود بصرك ما تجاوزت الظواهر. ماذا تروا أنتم الآن مني وكلكم تنظرون إلي؟ ظاهري. هل منكم واحد يرى الدم يجري في عروقي؟ وكذلك كل ما نرى، لا نرى إلا ظاهرة، بل الرب صرح بهذا وهو العليم بإمكانيات خلقه، فقال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن هنا تبعضية، أي بعض ظواهر الحياة الدنيا. ممكن الجبل يقوم بجوار بيتك، تمر عليه أنت وأجدادك وأسلافك وقرون، ولا ترى منه إلا ظاهرة، وجيل من الأجيال يكتشف أن داخل هذا الجبل الذي نمر عليه الليل والنهار كنز لم يراه أحد. أليس اكتشاف الكنوز في هذه الجبال دليل على جهل آلاف الأجيال؟ أليس كذلك؟ اكتشافنا لأي جديد في كون الله وهو تحت سمعنا وبصرنا خير دليل على طول جهلنا، بل على شدة جهلنا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي، زادني علما بجهلي. ندرك هذه الحقيقة يا إخواني، نحن لا نرى من الكون إلا بعض ظواهره. فهل الظواهر هي الحقائق؟ أبدا أبدا أبدا. الظواهر شيء وحقائق الأشياء شيء آخر. ولذا يضرب الله لنا مثال بأضخم ما نرى على الأرض. نرى الجبال أضخم مخلوق على الأرض، على أي نحو نراها؟ ثابتة جامدة شامخة، هل أحد رآها على غير هذا؟ قال تعالى: وترى الجبال
تحسبها جامدة، تحسبها اي والله حسب، وفي قراءة تحسبها حسب وظن وخال، أهل اللغة يسموها أفعال الشك، أفعال إيه؟ يبقى المعلومة دي حقيقية ولا ظن وشك؟ هذا ظاهرها بس، جامدة ثابتة شامخة. رب العباد يحكي حقيقتها فيقول تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هل منا واحد رأى الجبال تمر مر السحاب بسرعة تفوق سرعة السحاب؟ حد شافها؟ لا. ها؟ طب هل تتصوروا أن الكرة الأرضية بتدور والجبال ثابتة؟ ولا بتدور بدورانها؟ وبسرعة تفوق السحاب؟ من منا رآها؟ يبقى رؤيتنا للجبال حقيقة ولا ظن؟ طب والظن يغني عن الحق؟ قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. اعلم هذه الحقيقة أخوان، كل الظاهر اللي نراه من أضخم المخلوقات المحيطات والبحار، أربعة أخماس الكرة الأرضية 79% منها ماء، مش كده ولا إيه؟ واليابسة الخمس 21% فقط. طيب كلنا درسنا وتعلمنا قانون وحقيقة علمية أن الماء يسير من أعلى لأسفل، نختلف على هذا؟ حد يختلف؟ طيب الكرة الأرضية بتدور ثابتة؟ بتدور. طب لما البحار تجي أعلاها والمحيطات، ويقينا أنها تأتي أعلاها بل أغلب الأوقات أعلاها، لماذا لم يجري ماءها فيغطي اليابسة التي تحتها؟ حد فكر؟ مش الماء يسير من أعلى لأسفل؟ ما الذي أثبته فلم يعتدي على اليابسة التي دونه؟ ذلك تقدير العزيز العليم. يا أخوان دي حقائق. حقيقة أخرى، إحنا جالسين على الأرض، فوق الأرض ولا تحت الأرض؟ فوق الأرض. حقيقة دي نسلم بهذا. طب وإذا كانت الأرض بتدور، هل في كل الأوقات نحن عليها؟ ولا وقت نكون عليها، وقت تنقلب فنكون أسفلها، وقت تميل فنقول في جانبها؟ أي ناظر للإنسان من خارج الكرة الأرضية يرى هذا المشهد، بشر يمشوا على الأرض رجلهم لأسفل ورأسهم لأعلى، وبشر يمشوا على الأرض رجلهم لأعلى ورأسهم لأسفل، وبشر يمشوا على الأرض رجلهم في جانب ورأسهم في جانب. هل منكم واحد يتصور هذا؟ يعني نحن بالليل رجلنا لأعلى، يعني أنت الآن النظر إليك من خارج الكرة الأرضية يراك مقلوب، رأسك أسفل ورجلك فوق. هل هذه رؤية حقيقية أنت تراها؟ ولا أنت شايف نفسك على طول فوق؟ خلصت. لم يأذن الله لنا إلا برؤية جزء صغير من الأرض نراه ثابت تحتنا كأنه لا يتحرك، لا يتحرك، لا بيدور ولا بيتحرك، ثابت. رب العباد وصفه بأنه رغم دوران الأرض وحركة الأرض وعنف الحركة قال والله جعل لكم الأرض بساطة، وفي الأخرى قال فراشة، وفي الثالثة قال قرارة. رغم الدوران والحركة، لأن ما تراه أنت لا تراه إلا على هذه الهيئة، فراش بساط قرار. هل هذه حقيقة ولا ظن؟ إحنا عايشين في ظن. وصل المعنى؟ حتى ما تراه لا ترى إلا ما أذن الله لك برؤيتك، برؤيته ترى الجبال ترى الإنسان. طيب كم بيني وبينكم الآن من خلائق؟ طائرة وزاحفة، مليارات الخلائق، من منا يراها؟ تخيل بالله عليك لو رأينا كم الخلائق التي تطير بيننا الآن لا نجد لنا مكان نمشي فيه، ولو رأينا الخلائق التي تسبح على السجاد الآن أو فراشك الذي تنام عليه ما وجدت لك مكانا تجلس فيه أو تنام عليه. لو نظرت بمنظار معظم هتلاقي السجادة تحتك الآن فيها أمم بتتحرك، صغيرة أنت لا تراها، ورب العباد حجب عنك رؤياها حتى تحيا، وإلا هلكت، وإلا هلكت.
فرب العباد أوجد كل شيء بما فيه الإنسان، بما فيه إمكانيات الإنسان، سمعه، بصره، خياله، أوجدها بميزان دقيق جدا لا يملك وزنها غيره. لذا قال تعالى: من كل شيء موزون. من الذي وازن هذا كله؟ أإلهما الله؟ من الذي يعلم ما حولك ولا تعلمه؟ أإلهما الله؟ من الذي يملك أن يرسم لك فلك حياتك ومسيرك في وسط هذا الكم الرهيب من المخلوقات؟ أإلهما الله؟ إذن من يملك تحديد معالم الطريق وحقيقته؟ الله وحده. هل يملك هذا إنسان؟ لذا بيّن تعالى أن حقائق الأشياء لا تأتي إلا منه، فقال تعالى: وقل الحق، بالألف واللام التعريفية، كل الحق، جميع الحق، وقل الحق من ربكم، لا يأتي إلا منه. طب واللي يأتي من عند العباد؟ ظنون. وهل الظن يغنم الحق شيئا؟ إذا ما وافق الحق حق، وما خالف الحق ظن وباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا ندرك هذه المعاني. رب العباد بيّن أن لكل مخلوق فلك، كل في فلك يسبحه، الإنسان له فلك. طيب أين بداية الفلك بتاع الإنسان الذي نسب له؟ هل هناك قوة في الأرض من الخلق من البشر تملك أن تبلغنا أول هذا الطريق؟ رب العباد تحدانا أن يكون في إمكانياتنا كبشر مجتمعين أن نضع أقدام إنسان واحد على أول طريق الحق، على أول الفلك الذي رسمه الخالق الخلق. فقال تعالى متحديا: قل، يلقن بالحجة، قل هل من شركائكم من كل قوى الأرض من يهدي إلى الحق؟ وخلي بالنا يا أخونا، اللغة العربية دقيقة جدا، والقرآن استخدمها أدق استخداماتها. إلى، قال إلى الحق ولا للحق؟ إلى، تحدنا بإلى. إلى في اللغة تسمى غائية، تسمى إيه؟ غائية. ما معنى غائية؟ ينتهي معناها عند بدء ما بعدها. تقول: جئت من البيت إلى المسجد. متى يتم المعنى؟ إذا وصلت باب المسجد. وصل المعنى؟ جئت من البيت إلى المسجد، يكتمل المعنى عند بلوغك باب المسجد ويتم. طب لو أردت الدخول للاستقرار لا تقول جئت من البيت إلى المسجد، تقول جئت من البيت للمسجد. يبقى اللي يعني الدخول للاستقرار اللام لوحدها مش إله. رب العباد لما تحدانا تحدانا بالبداية مش بالنهاية. قال: قل هل من شركائكم من كل قوى الأرض من يهدي إلى الحق، يعني من يوصلكم إلى أول طريق الحق. فلما خرست ألسن الناس جميعا وأغنى لسان عجزهم وجهلهم عن لسان مقالهم، تكفل الله بالرد عن ذاته فقال: قل الله يهدي للحق، مش إلى الحق، للحق، لآخر الطريق. قل الله يهدي للحق. ثم علق قائلا: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ يعني لو كان رب العزة فقط يبلغكم أول طريق الحق لوجب اتباعه. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا؟ يقين أحق أن يتبع، ده لو كان حيوصلنا أول الطريق، فكيف والرب وعدنا أن يبلغنا آخر الطريق؟ لذا قال: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. يعني إيه؟ يعني من لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هداه الله. نأخذ بكلام من؟ من يهدي إلى الحق أم من لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هداه الله، فما لكم كيف تحكمون؟ أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ اللي يحكم بغير هذا يبقى عاقل ولا مجنون؟ لذا قال سلفنا: والجنون فنون، والبعد عن الحق والحرمان منه من فنون الجنون. ندرك هذا المعنى يا إخواني. لا يملك أن يبلغنا الحق غير الحق سبحانه وتعالى. ولذا قال: فذلكم الله ربكم الحق، هو الحق، ولا يأتي الحق إلا من الحق. ورب العباد كفانا المؤنة، مؤنة البحث والجهد والجهاد عشان نصل الحقائق،
فجمع لنا في كتابه كل ما نحتاج إليه من حقائق، فقال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فجمع فيه كل الحق وجعل كل ما فيه حق. طب واحد يتمطع يقول له: طب ما أنا ممكن أخذ بالأسباب وأصل الحق. أقول له: خذ بالأسباب، الأسباب هتجيبها فين؟ معالم الحق لا أعلمها إلا الحق، حتى أسباب الوصول إليها لا يملكها غيره، لذا جمعها لنا في كتابه الأخرى. فأسباب الهداية التي تبلغك الحق جمعها لك الرب في كتابه، فقال تعالى: قل إن الهدى هدى الله، وقال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، فحصر وقصر كل أسباب الهدى فيه وكل ما فيه هدى. كتاب الرب جمع لك فيه كل الحق وجعل كل ما فيه حق، جمع لك فيه كل أسباب البلوغ للحق وجعل كل ما فيه سبب للوصول للحق، فماذا بعد الكتاب وأي طريق لك غير هذا الطريق؟ قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إذا كانت النفوس جبلت عن البحث عن الحق، فلا سبيل للوصول للحق إلا من خلال كلام الحق. مسألة حسمت، واللي عايز يبحث بغير هذا الطريق يبحث وحيشوف النتيجة في النهاية ايه. الفلاسفة اللي بهروا بعقولهم وفتنتهم أفكارهم وظلوا يبحثوا بعيدا عن وحي ربهم ومنهجه والأسباب التي رسمها لعباده، بحث سنين ومعاناة والبحث في الطبيعة ومراء الطبيعة وفي الخيال وغير الخيال، النتيجة التي وصلوا إليها كان ماذا؟ آلاف ألحدوا، بل أكثرهم ألحد وكفر بربه، ومن آمن منهم وسلم غاية ما وصلوا إليه أن للخلق خالق وللكون مدبر. هل عرفوا قدره؟ هل عرفوا حقه؟ هل أدوا واجبهم نحوه؟ لا وألف لا. رب العباد اختصر لنا هذا كله في كتاب أنزله وفي وحي بينه، ما فرط لنا فيه في شيء نحتاج إليه دق أو جل. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن هنا من ألفاظ العموم كما يقول علماء الأصول: تشمل كل شيء يسمى عند الناس شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ذكر فقط ألا فصل، فقال: وكل شيء فصلناه تفصيلا. مش ذكر فقط، لا ده فصل وتفصيل دقيق جدا وعلى غاية الإتقان والعلم، فقال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. علم من؟ علم العليم الخبير الذي علمنا بجوار علمه ليس بعلم، ليس بعلم. رحم الله الخضر لما وقف مع نبي الله موسى على شاطئ البحر فرأى يا هدهد ينقلب من قارب في ماء البحر، فقال الخضر لموسى، وكلاهما من العلماء من النوادر في التاريخ الإنساني كله، موسى أحد أولي العزم الرسل، والخضر آتاه الله علما من لدنه لم يؤتي غيره، ومع هذا يقول الخضر لموسى: أتدري كم أخذ الهدهد من ماء البحر؟ قال: لا شيء يذكر. قال: فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر. يبقى احنا عندنا علم. قال تعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ ندرك هذه الحقيقة، فصلناه على علم. كيفية تفصيله؟ جاءت عباراته في غاية الإتقان بلا زلل، ما فيش عبارة يفهم منها فهم خاطئ. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فجاءت غاية الإتقان والإحكام، جاءت غاية الوضوح والبيان. قال تعالى: ونزلنا عليك الذكر، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تبيانا ولم يقل بيانا، وتبيانا وبيانا أصلهما في اللغة واحد، لكن قال أهل اللغة: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، والتبيان عدد حروفها أكثر فمعناها أوسع من البيان. لو قال بيانا فهي بينة في ذاتها، لكن لما قال تبيانا أراد معنى زائد، فهي بينة في ذاتها مبينة لغيرها. لذا وصف الله آياته مرتين، مرة قال آيات بينات، وثانية قال آيات مبينات. فهي بينة في ذاتها لكل ناظر، مبينة لكل جاهل، موجهة له حتى يستبين له الحق.
أي عظمة هذه وأي منة هذه وأي فضل هذا؟ إذا كانت النفوس جبلت على البحث عن الحق فقد ضمن الله لنا هذا الحق من خلال الوحي، ولا سبيل له غير هذا السبيل. واضح المعنى الأول؟ المعنى الثاني السعادة، وسامحوني في الإطالة، هختصرها اختصار شديد. كلنا نطلب السعادة، مش كده ولا إيه؟ ولا في حد يبحث عن شقاوة؟ هل رأيتم إنسان يبحث عن الشقاء؟ طيب ما هي السعادة؟ كلنا بنتحدث عن السعادة، ما هي السعادة؟ حد يعرف؟ إيه السعادة؟ انبساط؟ المزاج؟ الهوى؟ يا إخوان لابد أن نعلم حقيقة أن الله أخفانا على أنفسنا. من الإنسان؟ روح ومد. الأصل في الإنسان الروح أم المادة؟ الروح يقينا. ما كان الإنسان قبل نفخ روح شيء، وإذا سلبت منه الروح لن يكون شيء، أليس كذلك؟ لذا قال الشاعر: فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان. ما علم الإنسان بالروح؟ لا علم. منذ آدم ليومنا هذا ونحن نبحث عن الروح، هل وصلنا لمعلومة واحدة؟ أبدا. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. طيب أين الروح؟ يقول ابن القيم وسلفنا: جعل الله سر الروح في قلب الإنسان. والقلب عندنا القلب النابض، لا، رب العباد بيّن أن هذا القلب النابض هو نفسه القلب العاقل. فهناك قلب نابض ملموس، وقلب عاقل هو غيب بالنسبة لنا. ولذا لم يربط فعل عقل في القرآن كله ومشتقاته إلا بالقلوب. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العين ترى، من الذي يميز المرئي؟ القلب. الأذن تسمع، من الذي يعي المسموع؟ القلب. ولذا لما قال تعالى: وتعيها أذن واعية، كل المفسرين قالوا أي قلوب واعية، ما منهم واحد قال الأذن موضع وعي. ندرك هذا المعنى. جوارحك حتى الخيال حتى الفكر لا يميز الفكر ولا يحققه إلا القلب. ما هو القلب العاقل هذا؟ ده الملك المتحكم في اللسان كله. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إيه معلوماتنا عن القلب العاقل؟ صفر صفر. النبي يبين أن هذه القلوب يقلبها الرحمن هو الوجه الموحد لها. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. وقال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولذلك كان جل دعاء النبي كما تقول أم سلمة مصبح على هذا الموضوع: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بل لا يكاد يفتر عن ذكر تقليب القلوب، كان حتى إذا أقسم يقول: لا ومقلب القلوب، وإن دعا: يا مقلب القلوب. ندرك ما هو القلب. بيّن تعالى أنه هو الحياة وبدونه لا حياة. يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الأحياء والأموات، الأحياء يقينا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي حياة يدعى إليها الأحياء؟ يقول ابن القيم والقطبي وغيره: إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما يحيي به قلوبكم، فالحياة الحق هي حياة القلوب. ولذا ختم الله الآية بقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لو قبض قلبك من يملك بسطه؟ لو ضيق صدرك من يملك شرحه؟ لا أحد يقينا، الله. يعني القلب هو المتحكم فينا، ولا سلطان له لنا عليه ولا علم لنا به. أيوه في الصدر. طب إيه في الصدر تاني؟ هو الإنسان إيه يا أخوانا؟ صدر وأطراف. الصدر منطقة الصندوق هذه كلها تسمى الصدر.
ما عداها يسمى أطراف. الذراعين أطراف، الساقين أطراف، العنق والرأس أطراف. الإنسان يبقى إيه؟ صدره أطراف. الأصل إيه؟ الصدر والأطراف الصدر. طب ماذا في الصدر؟ عرفنا الروح، عرفنا القلب، موجود في الصدر الرئتين والكبد والطحال، دي الأمور المادية. لا، في أمور أخرى معنوية. كما أن لك جوارح ظاهرة، عين ترى وأذن تسمع وأنف يشم وجلد يحس، لك جوارح باطنة في بطن في صدرك وأنت لا تعلم عنها شيء. من هذه الجوارح النفس. أين النفس؟ والنفس غير القلب وغير الروح. الرب أقسم بها وأقسم عليها في أطول قسم، وسمعنا الآيات تتلى في صلاة العشاء، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، 14 قسم ختمها الرب بقوله ونفس وما سواها فألهمها فجورها تقواها. وجعل جواب 14 قسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فأقسم بها وأقسم عليه. ما هي النفس؟ إيه معلوماتنا عن النفس؟ صفر. ده عنك ما كتبوه سموه علم النفس. ده حقه أن يسمى علم النفس، علم العفص. لكن علم النفس لا يعلم النفس إلا بريها. لذا كان العارف بها صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. لا يملك تزكيتها إلا الله عز وجل. يقول ما هي النفس؟ لا علم. في الصدر جوارح أخرى، منها جارحة تسمى البال. سمعت عن البال؟ لو خال البال يقول الله يريح بالك، ويا ابني خلي بالك، وبالي بالك. ها؟ إيه هو البال يا أخوانا؟ إيه معلوماتنا عن البال؟ صفر. البال ده أحد أسرار السعادة في الإنسان والشقاوة، ورب العباد نص عليه في القرآن، فقال تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرفها لهم. البال بيّن تعالى أن كل الناس جبلوا على طلب السعادة ودفع الشقاوة، والسعادة والشقاوة داخل الصدر، ما خرجت عن هذه الثلاثة، القلب والنفس والروح. السلف كانوا أوعى منا، ولذلك عرفوه تعريف دقيق. لما سئل الحسن البصري ما السعادة؟ قال طمأنينة القلب واحده، وراحة النفس، وصلاح البال. طمأنينة القلب، وراحة النفس، وصلاح البال. فإن كنت تجهل الثلاثة كيف تضمن لها السعادة؟ ها يا إخواننا الباحثين عن السعادة، بيّن تعالى أن كل الخلق التمسوا أسباب للسعادة وعمرها ما كانت أسباب، ورب العباد نص على هذا في سياق الآيات. بعض الناس ظن أن سعادته في جمع المال، جمع الأموال. هل سعد جامع المال بالمال أم شقوا بالمال؟ أعطاهم الله نقيض قصدي وأشقاهم بالمال. بعض الناس ظن سعادته في الجاه والسلطان وظفر بأعلى الجاه والسلطان وأشقاه الله بالجاه والسلطان. يتمنى لو عاد فرد في الأمة يحيا كما يحيا الناس. بعض الناس ظن سعادته في النساء وظفر بأجمل النساء وأشقاه الله بالنساء. بعض الناس ظن سعادته في الأبناء وأعطاه الله الأبناء وأشقاه بالأبناء. بعض الناس ظن السعادة في كثرة الأتباع، أعطاه الله الأتباع وأشقاه بالأتباع. وهل مجرة؟ أين السعادة؟ السعادة إخواني ليس أمر مادي ملموس، السعادة أمر قلبي غير محسوس لا أملكه إلا الله. طمأنينة القلب، وراحة النفس، وصلاح البال، وكل دول فين؟ في الصدر بس. لا، في جوارح أخرى أنا لا أود الحديث عنها لأن موضوعنا السعادة. وإلا ففي الصدر العاطفة، وفي الصدر الفطرة، وفي الصدر الهوى وغير ذلك. ليس هذا وقت التفصيل. إذا ندرك هذا الصدر جعله الله سرا من أسرارنا حياتنا. من منا يعلم ما في صدره؟ لا يعلمه إلا من خلق. قال تعالى إنه عليم بذات الصدور، آية تشيب العاقل. إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق؟ علل. ألا يعلم من خلق؟ إن لم يعلم هو خلقه فمن يعلم؟ من يعلم غيره؟
لذا وعد أن كل من التمس سببا من أسباب السعادة ولم يلتمسه من الأسباب التي وضعها الخالق لخلقه وهو الذي يعلم أسرار خلقه، يقينا كل سبب أخذ به الإنسان سيعطيه الله نقيض قصده، حيشقيه به. فقال تعالى في صدر سورة محمد: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. كل عمل عملوه ليسعدوا به أشقاهم الله به. وفي المقابل قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم بس الله أصلح بالهم، إدهم السعادة الحقيقية. وصلت؟ لذا يقول حسن البصري نفسه اللي عرف هذا التعريف، يقول: نحن في سعادة لو شعر بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. ويقول أحد التابعين: بغى الملوك علينا عندما علموا أنا سمونا عليهم دون تيجاني، من غير هيئات وأشكال زائفة مزيفة. يا إخواني، هذه السعادة الحقيقية، السعادة التي وجدها السلف. يقول شيخ الإسلام تيمة: للمؤمن جنتان، جنة ها هنا في صدره، جنة ها هنا فين؟ طمأنينة قلب وراحة نفسه وصلح بال مع أي وضع كان، لأن الله رضانا وعلمنا كيف نتعامل مع كل دقائق الأحداث وجليلها. قواعد، بل سنبين، رب العباد تكفل بها كاملة. للمؤمن جنتان، جنة ها هنا في صدره وجنة أخرى يوم القيامة عند ربه، ومن حرم جنة الدنيا حرم جنة الآخرة. ولذلك لما اشتد إيذاء الناس له في عصره علمهم هذا الدرس، قال: ماذا يصنع بي أعدائي؟ إن جنتي ها هنا في صدري، إن رحت أو جئت هي معي. حد يقدر طلعها من صدري؟ حطتوني في السجن، طردتوني برا، سمتم بدن العذاب، صدري هو صدري، ولا سلطان لأحد عليه إلا ربي. إن جنتي ها هنا في صدري، إن رحت أو جئت هي معي، إن سجنوني فسجني خلوة أعبد فيها ربي، وإن نفوني فنفي سياحة أدعو فيها لدين ربي، وإن قتلوني فقتلي شهادة ألقى بها ربي. فليفعل ما شاء. وصل المعنى ده؟ هذه المعاني غالية جدا يا إخواني. رب العباد بيّن أنه وحده الذي يملك ما في الصدور ويعلم ما في الصدور، وبيّن أن كتابه حوى علاج لكل ما في الصدور من أمراض، من آفات، من شبهات، من شهوات. ما من داء في أي جارحة في صدرك، في الروح، في القلب، في النفس، في البال، في العاطفة، في الفطرة، في الهوى، إلا وفي القرآن علاجها وشفاؤها. يا الله، والله يا إخوان هذه الحقيقة لو علمها الكفار من ديننا لجالدون عليه بالسيوف. قال فيها تعالى: يا أيها الناس، يخاطب من؟ كل البشرية من آدم إلى قيام الساعة. لما يقول الألف واللام هنا للجنس، تشمل جنس الناس من آدم لقيام الساعة. يا أيها الناس قد جاءتكم، وخلي بالنا من سياق القرآن دقيق جدا، يخاطب الناس وجاء الخطاب بكاف الخطاب من الجمع عشان يشمل كل الناس. قد جاءتكم موعظة من ربكم، بكاف الخطاب من الجمع هو، وشفاء لما في الصدور. ما يقول الإمام بيضاوي الشاطبي: وما هنا من ألفاظ العموم أجمع على ذلك كل علماء الأصول، تشمل كل ما في الصدور بلا استثناء، بلا استثناء. بس نلحظ ملحظ عجيب جدا في الآية، قال: وشفاء لما في الصدور ولما في صدوركم. لما في الصدور، طيب ليه ما قالش لما في صدوركم مع أن الخطاب من البداية للناس؟ يا أيها الناس قد جاءتكم، بكاف الخطاب هو، موعظة من ربكم. كان ظاهر الآية أن يقول إيه؟ وشفاء لما في صدوركم، مش كده ولا إيه؟ طب لماذا عدل الرب عن قوله لما في صدورك، عن قول لما في صدوركم، وقال لما في الصدور، وحط الألف واللام اللي تعني العموم، عموم الصدور، ليعرفنا حقيقة عظمى
قد يجهلها الكثير منا، أن هذا الكتاب ليس مصدر سعادة للإنسان وحده، بل الإنسان خلق من خلقه، وكتابه ما جاء للإنسان وحده بل جاء لكل العوالم التي حوله. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. من العالمين؟ يدخل تحتها كل عالم، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وغيرها من العوالم. فقوله: وشفاء لما في الصدور، يعلمنا أن القرآن حوى أدوية وعلاج كل ما في صدور من له من الخلق صدور. يبقى الإنسان لوحده ولا الجن سعادته في القرآن والملائكة سعادته في القرآن وكل الخلائق سعادته في القرآن؟ يا إخوان، والله عندنا كنز الكنوز ونحن نجهل، وكارثة أن البشرية في أمس الحاجة لهذا الكنز ونحن عندنا نكتمه وعن الخلق نحجبه. أي كارثة أعظم من هذه الكارثة التي نحن فيها؟ ما انتفعنا به ولا نفعنا الخلق به، وفيه سعادة الخلق أجمعين، وفيه هداية الخلق أجمعين. ماذا نقول غدا لربنا إن سألنا عن كتابه؟ ولا محالة سائلنا. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وسوف تسألون، ما جاء الكتاب لنكتمه، إنما جاء لننقل خيره لخلقه للعالمين. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ هل نستطيع أن ننكر أن الوحي وصلنا وأمرنا بإقامته وبلاغه للعباد؟ ثم يأتي السؤال الثالث: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ما سمعتم قرآن قط ولا تتلى عليكم؟ ثم يأتي السؤال الرابع: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ أي وحي به انتفعتم ولله فيه أجبتم؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ثم يأتي السؤال الخامس: ويوم يناديهم حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما؟ الكتاب في بيوتكم وفي مجالسكم ولم تكلفوا خاطركم أن تعرفوا ما فيه؟ كارثة. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ إن لم تعملوا في ملكي بأمري فبأمر من تعملون؟ فقوله أم ماذا كنتم تعملون توبيخ شديد، يعني إن لم تعملوا في ملك وحي ما بتعملوا إيه؟ ماذا كنتم تعملون؟ يعني ماذا كنتم تهببون؟ ماذا كنتم تطينون؟ ماذا كنتم تنيلون بلغة العوام؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ ما جوابنا؟ ما جوابنا؟ هل عندنا جواب على رب العباد؟ ولا محالة سائلنا يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا والله سائله، ليس بينه وبين الله ترجمان. سنسأل عن هذا الكتاب أسئلة تشيب العاقل، تشيب الوليد. ولذا قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم، أنكرتم هذه الحقائق، يوما يجعل الولدان شيبا. الرضيع الذي لم يذنب من هول السؤال يشيب، فكيف بمن بلغ على الذنوب المشيب؟ ولله ضر الشاعر حين قال: مثل لقلبك أيها المغرور، مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور. وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير. وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، خلت الديار فما بها معمور. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء قدور. وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير؟ الوحوش الكاسرة. وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت
وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مزعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور، كيف المقيم على الذنوب دهور. ماذا نقول لربنا غدا؟ أراد أن يرشدنا للحق ويهدينا إليه، أراد أن يسعدنا وأبينا إلا الشقاوة لأنفسنا والضلالة، وسقنا هذا البلاء لغيرنا فضللنا وأضللنا وشقينا وأشقينا، فما جوابنا عن ربنا غدا؟ ما جوابنا عن ربنا عند ربنا غدا؟ اللهم إنا نبرأ إليك من تقصيرنا وجهلنا وظلمنا، نبوء لك بنعمك علينا ونبوء ذنوبنا، فاغفرها لنا رباه أنت الحق، ووعدك حق، ووعيدك حق، ولقاؤك حق، وجنتك حق، ونارك حق، والنبيون حق، ومحمد رسولك حق، والقرآن كتابك الحق، وأنت الذي جمعت لنا فيه الحق، ولا يهدي الحق غيرك، أنت الله الحق. اغفر لنا بإحسانك ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. رب لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، لا تعذب أمة حبيبك بتقصيرنا ولا بذنبنا، اغفر لنا وللمستضعفين من عبادك، داوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا واحقن دماءنا وتقبل شهداءنا وفك أسرانا وآو المشردين منا، تولى أمرنا تولى أمر ضعفائنا، لا تعذبهم بمعاصينا، ارحمنا بضعفائنا. اللهم ارحم المستضعفين من عبادك في بلاد الشام والعراق ومصر واليمن وبرما وسائر بلاد المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم لا تمكن الكفرة منا، اللهم لا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم لا تجعل لأعدائك سبيلا علينا، ادفع عنا برحمتك، ادفع عنا بحولك وقوتك، مكننا من إقامة دينك، مكننا من نشر الحق الذي بلغتنا، اجعلنا هداة مهديين. رب اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. رب اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وارحم لأخينا لوالدنا الكريم الشيخ محمد الشيخ عيد، واجزه عنا وأهله خير الجزاء. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، واستخدمنا فيما يرضيك عنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم احفظ لهذا البلد أمنه وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله سخاء رخاء برحمة منك أرحم الراحمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، استمعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.